أهلا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي الإلكترونية إلى هذا الموجز الإخباري، والبداية بالخبر الوطني، حيث يستعد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمغادرة منصبه خلال شهر شتنبر المقبل عوض أبريل القادم، بعدما قرر الاتحاد الوطني للشغل عقد مؤتمره الوطني السادس، والذي سيعرف انتخاب كاتب عام جديد للمركزية النقابية خلفا لمحمد يتيم. وفي الخبر الوطني من مدينة سيدي بنور، تم العثور على رضيعة لا يتجاوز عمرها الأسبوع الواحد بالمقبرة الموجودة بمركز القرية بالقرب من مدينة سيدي بنور. تم العثور على الرضيعة من طرف بعض ساكنة المنطقة الذين كانوا يمرون صدفة بالمكان، حيث أثار انتباههم صدور صوت خافت من لفة ملقاة بجانب الطريق ليتم إشعار السلطات المختصة بالمنطقة، حيث قامت بتطويق المكان لإجراء التحريات المناسبة، فيما تم نقل الرضيعة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وطنيا دائما، ولكن هذه المرة من إيمن تانوت، حيث ألقي القبض على سيدة أقدمت على ترك طفلها الرضيع في حافلة للركاب قادمة من مدينة تارودانت. المتهمة استغلت توقف الحافلة في محطة إيمن تانوت وتكليف إحدى المسافرات بمراقبة الرضيع، ما أثار انتباه المسؤول عن الحافلة ليقوم بإخبار رجال الأمن والتحقيق في ملابسات هذه القضية. وفي الخبر الدولي، لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم في تفجير وصفته السلطات السورية بالإرهابي في ساحة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق. وأوضحت مصادر بالشرطة السورية أن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة على مدخل مبنى المؤسسة العامة للخط الحديدي في وسط ساحة الحجاز، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم عدد من العمال كانوا يقومون بأعمال صيانة للمبنى وسيدتان. رياضيا، عاد المدافع إيكوتو اليوم الأربعاء إلى تشكيلة منتخب الكاميرون المكونة من 25 لاعبا، والتي تستعد لملاقاة تونس في ياوندي في 17 من نوفمبر الجاري في مباراة إياب المواجهة الفاصلة على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم عن القارة الإفريقية. ونختم الموجز بهذا الخبر، حيث انتقل إلى عفو الله اليوم بمستشفى ابن طفيل بمراكش شقيق رئيس فرقة الركبة الشعبية بزاكورة. الفقيد كان يركض بغرفة الإنعاش المركزة جراء إصابته قبل أيام في حادثة سير خطيرة بالجماعة القروية تابونت بإقليم ورزازات. وللتذكير، كانت عناصر فرقة الركبة الشعبية قد تعرضت قبل أيام لحادثة سير خطيرة على مشارف مدينة ورزازات، فقدت خلالها عضوا من فرقتها وأصيبت 9 آخرون بجروح، 3 منهم حالتهم خطيرة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى قتيلين في هذه الحادثة المؤلمة. إن لله وإنا إليه راجعون. كان هذا موجزا للأنباء. أتمنى لكم أوقاتا طيبة رفقة شوف تيفي الإلكترونية. إلى اللقاء.